يبدو أن أنقرة تسعى جاهدة لعدم إفلات زمام الأمور من قبضتها، فها هو وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو خرج ليؤكد أن بلاده قادرة على إقامة منطقة آمنة شمال سوريا بمفردها، لكنها لن تستبعد الولايات المتحدة وروسيا وأي دول أخرى تريد أن تتعاون في هذه المسألة. المسؤول التركي أوضح أن بلاده وروسيا لديهما توجه نفسه فيما يتصل بالحل السياسي في سوريا باستثناء مسألة بقاء الرئيس الأسد في منصبه. كشفت شاوش أوغلو أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا سيزور أنقرة اليوم لمناقشة من سيكون في إدارة منبج. في الوقت ذاته أكد المسؤول التركي على أن بلاده تجري اتصالات غير مباشرة مع الحكومة السورية، ولكن دون ذكر المزيد من التفاصيل. تصريحات تشاوش أوغلو تأتي بعد يوم من قمة جمعت الرئيس الروسي ونظيره التركي في العاصمة موسكو، حيث أبدى بوتين استعداد بلاده لاستضافة قمة بشأن سوريا مع تركيا وإيران، بينما اصطدمت الأطماع التركية في بسط نفوذها على شمالية سوريا بموقف روسي ثابت يضع الأولوية لوحدة وسلامة الأراضي السورية كشرط لأي تسويات سياسية. وبين هذا وذاك يرى مراقبون أن قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا وسعي أنقرة الحثيث لملء الفراغ الذي ستتركه القوات الأمريكية بعد انسحابها من شرق الفرات ما هي إلا محاولة جديدة لخلط الأوراق بين الأطراف الفاعلة على الساحة السورية.